لا يذكرون حجة قوية، وإنما يذكرون حجة واهية هي قولها من بيت العنكبوت. من هم هؤلاء الإرهابيون الذين خرجهم الأزهار؟ وهل وردت شكوى من دولة من دول العالم تعلم أبناؤه في الأزهر الشريف يشتكون من شديد الأزهر الشريف من أبنائهم وأنهم يمارسون الإرهاب على ولادهم؟ ولو كان الأزهر الشريف يخاطب الإرهابيين فلماذا لم ينطلق الإرهاب في أكثر من 100 دولة؟ تفرد في العديد منها الآلاف المؤلفة من أبناء الأزهر الشريف، بعضهم رؤساء دول وبعضهم رؤساء وزراء ومعظم السفراء في دولة مصر العربية وغيرها من الدول الإسلامية ممن تفرغوا في الأزهر الشريف. أليس هذا نجاحا يحسب للدولة المصرية؟